السلام عليكم، اهلا بيك في قناة مركز خدمات المحمول. الفيديو ده لمستخدمين محفظة اورنج كاش، واللي فيها اقولك على طريقة التواصل مع خدمة عملاء اورنج كاش. لكن في البداية ما تنساش تشترك في القناة علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجاية. رقم خدمة عملاء اورنج كاش هو 115، تقدر تكلمه من اي رقم اورنج. وفي حالة ان الخط ضاع او الموبايل اتسرق لا قدر الله، تقدر توقف الخدمة علشان محدش يستخدم المحفظة ويسحب الفلوس اللي عليها، وده من خلال الاتصال على الرقم 626. هيتواصل معاك حد من ممثلي خدمة العملاء ويوقف الخدمة بشكل مؤقت. ده كان فيديو النهاردة واللي فيه تعرفنا على رقم خدمة عملاء اورنج كاش. ما تنساش تشترك في القناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية. بشكرك جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.